العنف اللفظي أدى إلى القتل، العنف اللفظي أدى إلى جرائم كبرى، العنف اللفظي أدى إلى انفصال أسر بكاملها، العنف اللفظي أدى إلى مشاكل بين الجيران، العنف اللفظي أدى إلى تشابك في الملاعب. أكبر الكبائر تقع بسبب اللسان، وبسبب سوء استخدام هذا اللسان، وبسبب الكلام الفاحش، فإن الكلام الفاحش هو من صفات المنافقين. ما كان يهضر معاه كلش الله، الخدمة ما كاش، إنسان ما يخدمش ماشي مرتاح، جيبو ما كان والو، فارغ الله، تتهضر معاه يشعل معاك، يقول لك واش بيك توفيه، الآخر يقول علاه شبهتني، يقول تحت الحجم شجرة. ألفاظ جارحة، كلمات نابية، ومصطلحات تصم الآذان، قواميس أضحت منتشرة بشكل لافت في معظم فضاءاتنا، فأينما تولي يقابلك عنف لفظي. ظاهرة تفشت في المجتمع الجزائري، فشوارعنا ومدارسنا، ملاعبنا وأماكن أخرى أصبحت عرضة لتفشي أنواع السب والشتم وإهانة كرامة الآخرين بكلام جارح والتهديد والتنابز بالألقاب وغيرها من الألفاظ التي لا تراعي مثلنا وقيمنا ولا تعكس سماتنا الحضارية المتوارثة. فالعديد من أفراد مجتمعنا غافلون عن تأثير الكلمة الجارحة وما يترتب عنها من عواقب وخيمة تؤدي في غالب الأحيان من عنف اللفظ إلى عنف جسدي. العنف اللفظي بيزيل بس علاش جينيرالمو كاين الفعل وردة الفعل. العنف اللفظي هو فعل، والعنف الجسدي هو ردة الفعل. دوك أي واحد أنت بايزوم تقوله مثلا تشتمه ولا تقوله كلام يجرحه أوتوماتيكمو، كاين اللي ربما عنده دمه بارد، ماشي دمه بارد معناتها خواف ولا دمه بارد، يقول لك معليش الله يسامحك. بصح دوك هذيك لا بلي بار تروح اولا المشاجره، هذه ابسط الامور مشاجره، تروح حتى للضرب يعني بالاسلحه البيضاء. ولحقنا في بريودا وين كانت الاسلحه الناريه، ما شغل عندنا ولا شغل واسمو نولي شغل كولومبي شغل امريكا لاتين، اللي غلط مع واحد واسمو وبالك انتم راك صحفيين راكو تشوفوا دوك هذيك تروح للمحاكم قضايا تاع المشاجرات، الضرب بالاسلحه البيضاء، الضرب بالاسلحه باستعمال احيانا استعمال الاسلحه الناريه، واحيانا كذلك تلحق الاعراض تلحق بون. فيما يخص موضوع العنف اللفظي يعني هو ما يقلش اهميه على العنف الجسدي، احيانا يكون العنف اللفظي يكون صراحه اشد من العنف الجسدي. فيما يخص يعني الاسباب اللي تعود الى هذا العنف اللفظي، انا في يعني حسب رايي هو تعود بدرجه الاولى الى التنشئه الاجتماعيه تلعب فيها العديد من الاطراف يعني الدور الاساسي، اللي تبدا من الاسره يعني وصولا الى جامعه الرفاق، وصولا الى المسجد، وصولا الى المدرسه، وصولا الى يعني كل هي عباره عن حلقه يعني متواصله فيما بينها، اللي تكون لنا تنشئة اجتماعية اللي منها سواء يخرج فرد صالح سواء يخرج فرد غير صالح. تدخل في عدم صلاح الفرد هذا العنصر اللي نتحدث عليه اللي هو العنف اللفظي. ما قدش نخرج معي ما برا يا أخو، هذا الشعب هذايا ما تقدرش تخرج معي ماك. أنا كنت ندي ما بالجامعة، الجامعة عندي والله كنت نديها الوحدة ونص، بالوحدة ونص الزوج نروح نجري، تقول لي يا وليدي بلاقل راح نتقلبوا، كاين يما الله غالب ما قدش نقدر، امبوسيبل انا يما نخرج جامعة دا الشعب، ربي يهديهم. هذا شنو نقول؟ العنف اللفظي ظاهرة أصبحت شبه مألوفة، كثيرا ما يلاحظها الفرد في المجتمع. من منا لم يتناهى إلى أسماعه عبارات بذيئة وخادشة للحياء في شتى الفضاءات، وقد تختلف العبارات العنيفة من فئة إلى أخرى، فنجد الشباب أكثر الفئات استخداما لمثل هذه العبارات. وللأسف نحن نتحدث عن شريحة تمثل عمادة وركيزة الحاضر وذخيرة المستقبل وأساس صلاح الأمم، ولن يكون ذلك إلا بالوقوف على سبل وطرق معالجة ظاهرة العنف اللفظي ومعرفة الجذور وأسباب تفشيها بين أفراد المجتمع. ظاهرة العنف هي ظاهرة اجتماعية إنسانية دخيلة على المجتمع الجزائري، وازدادت وتفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة التحول النسق الاجتماعي الجزائري. ولكن لا يجب أن لا ننبهر بأن العنف
حقيقة كان أول ما عرفه الإنسان هو حينما استعمله قابيل ضد هابيل حينما قتل أخاه واستعمل يعني العنف، وذلك استعماله للعنف جاء من عدم يعني وصول إلى إرضائه أو إرضاء النفس لقبيل، حتى وصل إلى حالة الحقد والحقد الدفين والحقد النفسي الذي جعله أن يقتل أخاه، وهي أول جريمة وقعت جراء العنف في تاريخ الإنسانية. والعنف الذي نعيشه نحن في المجتمع هو يعني عنف جاء ضد يعني جاء عند الإنسان الجزائري جراء ما يعيشه من مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية. فمشاكل نفسية حينما لا يعجز الإنسان أن يعبر عن أفكاره ويعبر عن آرائه أو يدافع عن حقوقه أو يدافع عن آراء التي يراها هو بعينه أنها آراء يعني حقيقية وصحيحة وكذا، فيعجز عن الدفاع عنها، فهذا ضعف شخصية، ضعف النفسي لديه، ويحاول أن يعنف أو يوصل بإكراه رسالته للطرف الآخر ويستعمل العنف لأنه عجز عن إقناع الطرف الآخر بطريقة سلسة، بطريقة التي تكون يعني فيها حقيقة العقلانية ومنطقية والانسجام، فهو يستعمل أول ما يستعمله هذا الإنسان هو العنف اللفظي. وبما أن تنشئة الفرد ووضع خطواته من لبناته الأساسية تبدأ من الأسرة فيكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب، فكان لزاما عليها أن تقوم بدورها الأساسي المنوطة بها، وهو تربية الأبناء تربية سليمة وتنشئتهم تنشئة تتماشى وتقاليد وعادات مجتمعين المحافظ. ومع الأسف الشديد أول النواة التي تعمل على محاربة العنف هي الأسرة، ولكن مع الأسف الشديد السنين يعني السنوات السابقة لاحظنا أن الأسرة استقالت من تربية أبناء واستقالت من تربية يعني الحقيقية التي تقدم يعني تقدم للأبناء كغذاء عقلي كغذاء وجداني كغذاء يعني نفسي للطفل. الأم لا تربي كما كانت، فالأم اليوم يعني منهمكة في عالم الشغل، في عالم يعني العالم المادي، عالم يخلو من اهتمام للطفل، وبالتالي هذا زاد وتفاقم في إنتاج سلوك العنف وهو الطفل في الأسرة أيضا في النواة أيضا، وهذا يعني مسيء جدا لأطفالنا مستقبلا. وكما أيضا الأب أيضا استقال فهو منهمك في بحث عن الغذاء البطني لأطفاله وينسى ويهمل جانب الغذاء الوجداني، جانب العاطفي الأبوي، جانب التكوين شخصية أبنائه، وبالتالي لا يعني بعد مرور سنوات يصبح هذا الأب لا يعرف ابنه، لأنه كان يتصور أنه ابنه يعيش ويهتم به من ناحية الغذائية ونسية أن يقدم له غذاء عقلي وسلوكي، وبعد 5 سنوات أو 10 سنوات يجد ابنه عنيف جدا، وهذا يرجع أصلا إلى أنه لم يهتم به. دور المدرسة هي الأخرى لن يقل أهمية عن دور الأسرة باعتبارها المؤسسة التعليمية الثانية التي يتلقى فيها الفرد مبادئ تكوين وتقويم شخصيته، فالطفل في هذه المرحلة تكون آذانه وباقي حواسه على أهبة الاستعداد لتلقي ما يتلفظ به المعلم، وهو الشخصية الأهم في حياة الفرد بعد الوالدين، فهنا يكمن التكامل بين المدرسة والأسرة، ويتمثل ذلك في مراقبة سلوك الأبناء ومحاولة إرجاعهم إلى الطريق الصحيح في حالة انحرافهم بسبب رفاق السوء أو بسبب تأثرهم بمحيطهم الجديد داخل المدرسة. الأسرة أصبحت مقسمة الآن، الأسرة كيفاش تدير الأسرة مع مشاكل الشارع، وكيفاش تدير الأسرة والأساتذة يقول كيفاش نديرو مع المشاكل جينا من الشارع. إذن الآن الطفل راهو عرضة لعاملين، عامل القدوة الغير موجودة، الآن ما كاش كبير ويربي، الكبير ولا يسمع كلمة ماشي مليحة ما يقول لما دخلني، والأستاذ يقول لك أنا مطالب بتنفيذ برنامج 8-12 من 1:30-4:30، أنا مطالب بتنفيذ برنامج، أنا لست مطالب باش كل تلميذ يجيب كلمة ولا يدير عنف لفظي، أنا مطالب باش ولكن العكس، على الأساتذة أن يجعلوا من الدروس رسائل مشفرة للتلاميذ، مثلا يعطيه نص أدبي
فيه أي موضوع يدخل في الوسط رسالة خفية للتلاميذ بأن الكلام هذا هو مرآة عاكسة لشخصية التلميذ. عنده دروس التربية الإسلامية، في دروس التربية الإسلامية يجعل هذه الظاهرة أن الأساتذة يتقمصون ما يقع في الشارع، يعني كل شيء يقع في الشارع الأساتذة يغربلوه ويحاولوا يعالجوا من 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 تصرفات التلاميذ وممارساتهم، حتى التلميذ لما يدخل القسم ويصيب أستاذ متفاهم يخرج من القسم ويقول الأستاذ رافض وأبي رافض وجاري رافض والشارع رافض. معناه أن التلميذ هنا راح يحاول تسوية السلوك تاعو مهما كان، لأن الكل سوف يتحد ويتوحد ويتفاهم ويتفق على تربية هذا الطفل، لأن الطفل في حد ذاته راه ضحية الكبار، لأن القدوة غير موجودة في الكبار. بعض الأحيان الأساتذة يقولوا كلام بذيء في حالة نرفزة، يشتموا في حالة نرفزة، اللي يقول التلميذ أنت فيك فيك فيك، مثلا أكرمكم الله، أنت حمار، أنت بغل، أنت كذا وأنت كذا. فالتلميذ يقول لك الأستاذ يسبني، وبرا الناس يسبوا، وبعض الأحيان حتى الأب يشتم الأطفال. أين هي القدوة؟ إذا شوف في هذه الدائرة أو في هذا الهرم بين الشارع البيت والمدرسة، في هذا الهرم الثلاثي الأطفال ضايعين. ولذلك أقول وأعود إلى الهرم وأقلبه حتى نشكل هرم آخر، الأستاذ، الأسرة، ثم الشارع. وإذا أراد أحد منا أن يسمع أو يشاهد العنف اللفظي بشتى عباراته وبمختلف ألفاظه، فما عليه سوى حضور مقابلة في كرة القدم؟ فكم هائل من العنف اللفظي وحتى الجسدي اجتاح ملاعبنا الجزائرية، وتعدت الظاهرة الحدود وتفاقمت يوما بعد يوم. فباعتبار أن الملاعب أصبحت فضاء للشباب يعبر فيها عن مكنوناته ويخرج كل طاقاته ليتحرر من قيود المجتمع في ظل المشاكل التي تواجه الفرد على أرض الواقع، ما كنا ندخل الملاعب إنسان يتنرفز ولا يتقلق، ما كان لا شتم لا سب، باسكو هذا من الخلق. انسان كيسب لاعب، سواء لاعب اجنبي ولا جزائري ولا لاعب عربي، او يشتم نفسه، باسكو السبان هذا يولي عليه، يولي على العائله تاعو. نطلب الناس هذو كاع اللي في المجتمع الرياضي تكون عندهم الروح الرياضيه، يتحلوا بالروح الرياضيه. انسان يسب في ملعب ولا يسب في البيت تاعو ولا برا ولا في الشارع، انسان غير متخلق، هذا عنده لا اخلاق لا مبادئ، باسكو الانسان العربي المسلم ما يسبش. ظاهرة العنف اللفظي قد يحسبها الشباب بأنها رمز الرجولة، يحسبها بعض الشباب بأنها تحدي، يحسبها بأنها عنوان للقوة، يحسبها بأنها كما نقول احنا بين قوسين عنوان لرجلة. الظاهر والدليل لما نشوف ونسمع في الملاعب، يعني ملعب كامل، بعض الأحيان أغنية كامل بذيئة، أغنية يعني شعار يردوه لمناصرة الفريق وهو كلام بذيء وعنف لفظي. بعد الأحيان لاعب يعيطوله من أدراج الملعب، يعيطوله باسمه ويسبوه بكلمة بذيئة. هذا العنف في الملاعب، العنف اللفظي في الملاعب أثر على السكان اللي يسكنوا قدام الملاعب. بعض السكان يهجرون منازلهم في يوم المقابلة لأنهم يسمعوا سلسلة من الكلمات لا يمكن أن يجتمع عليها الأب وأبناؤه، لا يمكن الأخ يقدر يتكلم مع أخته في البيت وهما يسمعوا في هذا الكلام من الملعب. وكم من ملاعب نحن هنا في العاصمة جاية محاذية للسكنات. فهذا العنف اللفظي في الملاعب هو الذي جرى العنف البدني وجرى كل التصرفات العنيفة اللي رانا نشوفها فيها في الملاعب. وحبذا لو أن مناصرينا، لو أن الشباب في الملاعب، حبذا لو أن كل الناس لها تدخل الملاعب تعرف أن هذا الكلام راه يسمع، يسمعه العبد ويسمعه الله سبحانه وتعالى. التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال الغير عقلاني من طرف البعض زاد من حدة العنف اللفظي، نظرا لسهولة الإبحار واستقبال أفكار تحث على العنف بشتى أنواعه، خاصة لفئة الأطفال والمراهقين نتيجة عدم المراقبة من طرف الأولياء. سبب المواقع الاجتماعية، الانترنت، المواقع الاجتماعية فيها ما يقال
عن فساد القيم، فساد الكلمات، كلمات بذيئة، صور بذيئة لا ترى. حتى الأطفال الصغار عندما يكونوا على جهاز أما في المواقع الإنترنتية، يعني هناك كلمات بذيئة تظهر، صور بذيئة تظهر حتى وإن كان لا يقصدها. معناه أن البذاءة هذه وهذا الانحطاط يأتي مباشرة من المواقع، هذه المواقع الإنترنتية، دون أن يقصدها المشاهد أو الذي يتنقل على المواقع. وبتعدد الأسباب وظروف تفشي ظاهرة العنف اللفظي، إلا أن البعض يرجعه إلى سبب رئيسي هو غياب الوازع الديني والابتعاد عن تعاليم ديننا السمحة والتخلي عن ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من بين القضايا التي عالجتها الشريعة هي الإساءة اللفظية أو التعدي باللفظ، ولعل من أكبر الكبائر التي تكون عن طريق اللسان هي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو سب الذات الإلهية، وهذا لا يكون إلا من خلال اللسان. ولهذا الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واللفظ لما كان عقابه وخيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على اللسان، ونطق القرآن الكريم بذلك صراحة حين قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلام يلفظه الإنسان فإن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر، فإن كان خيرا يؤجر عنه، وإن كان شرا يؤثم على فعله أو على قوله. اتباع ديننا الإسلامي هي أهم خطوة للحد من العنف اللفظي، فنصوص قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية شريفة عديدة جاءت لتهذب ألسنتنا واستعمال اللسان في القول الحسن ونبذ العنف بشتى أنواعه وإحلال السلم والأمان بين المسلم وأخيه المسلم. أكبر الكبائر تقع بسبب اللسان، وبسبب سوء استخدام هذا اللسان، وبسبب الكلام الفاحش، فإن الكلام الفاحش هو من صفات المنافقين. الكلام الفاحش من صفات المنافقين الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. القانون بدوره يلعب دورا مهما في القضاء على ظاهرة العنف اللفظي أو الحد منها، بالرغم من أن القانون لم يتطرق للظاهرة بصريح العبارة، إلا أنه يعاقب على السب والشتم والتهديد وغيرها من المخالفات والجنح التي تعتبر بدورها عنف اللفظي، حيث يوليها المشرع الجزائري أهمية بالغة نظرا للمخلفات التي تتركها في نفسية الفرد وما تنجر عنها من عواقب وخيمة قد تصل لارتكاب جرائم شنيعة. إن العنف يعني اللفظي هذا المصطلح يعني المشرع الجزائري يعني ما تطرقش لي يعني بهذا المصطلح يعني بحد ذاته اللي هو العنف اللفظي، وإنما يعني العنف اللفظي أشار إليه أو أدرجه يعني المشرع، نقدر نقوله أنه يدرج فيما يعرف بجنحة مثلا السب اللي نصت عليها المادة 297 والتي عرفت عنه يعد سبا كل تعبير مشين أو قدح موجه إلى فرد أو إلى جماعة، واللي عاقبت عليه المادة 299 والتي تنص على أنه يعني يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية من 10,000 دينار إلى 25,000 دينار. وهناك مخالفة السب الغير العلني، يعني اللي ما تشترطش مثلا العلنية، مثلا أنه إنسان يبعث كما نقوله كما اليوم في وسائل الاتصال هنا الجديدة مثلا بالهاتف
رسالة نصية إلى شخص يقول له كلام مشين أو يقول له تهديد أو إلى آخره إلى آخره، يعني ما ندخلش في التهديد لأن التهديد يعني راهو يعني شيء آخر لنصت عليه مواد أخرى في قانون العقوبات. وبالرغم من الدور الذي يلعبه القانون في الحد من ظاهرة العنف، إلا أنه يبقى غير كاف ما لم تتضافر جهود جميع الأطراف بدءا من الأسرة والمدرسة ومختلف الفاعلين في المجتمع من الإمام والمربي والمعلم وكل فرد مسؤول لننتج مجتمعا بدون عنف وأفرادا يساهمون في نشر السلم والأمن والأمان.